مساء الخير او صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ انا شيماء، والنهارده هنكمل مع بعض البايوكيمستري اوف ذا جي اي تي سيستم، وهناخد موضوع من الموضوعات المهمه. هناخد فيتامين اي اند فيتامين اي، وهنجاوب على سؤالين مهمين جدا. ماما ليه دايما بتقول الجزر بيقوي النظر؟ هنعرف ليه. وللبنات دايما بتقول ان فيتامين اي بيحافظ على نضاره البشره وبيحمينا من التجاعيد. بس اول حاجه لازم اعرف اصلا يعني ايه فيتامينز. انت عايز تقول لي فيتامين ايه اند فيتامين ايه؟ طب ما تعرفني اصلا يعني ايه فيتامينز. ناخد التعريف واحده واحده. الفيتامينز قال لك ان هي لو مولكيولار ويت، يعني مركبات وزنها الجزيء الصغير. اورجانيك مولكيول، يعني بتحتوي على الكربون والهيدروجين والاكسجين، واللي لازم تكون موجوده في الهيومن دايت بكميات صغيره. ليه؟ علشان ليها فانكشن معينه، الفانكشن دي في الاخر بتساعدني ان انا احافظ على جود هيلث. الفيتامين دي ليه لازم انا اخدها في الدايت؟ قال لك لان جسم الانسان مش بيصنع الفيتامينز دي، او حتى لو بيصنعها فبيصنعها بكميات قليله جدا، بتكون غير كافيه ان هي تقوم بالوظائف الحيويه اللي انا محتاجها. الفيتامينز عندي انواع، او انا بقسمهم على حسب السوليبيليتي بتاعتهم الذوبانيه. عندي فيه فات سوليبل فيتامينز، فيتامينز بتدوب في الدهون، وعندي ووتر سوليبل فيتامينز، فيتامينز بتدوب في الميه. ايه الفرق؟ قال لك ان الفات سوليبل فيتامينز دي بتكون ايزوبرين ديريفاتيفز. الايزوبرين عباره عن زي ما احنا شايفين كده، هي عباره عن يونت كده بتتكون من كربون وهيدروجين. كل الفات سوليبل فيتامينز بيكونوا فيهم الايزوبرين دي او ديريفاتيفز منها. الفات سوليبل فيتامينز دول بيكونوا نون بولر. انا عارف ان الووتر سوليبل او اي حاجه ووتر سوليبل بتكون بولر وبتكون هيدروفيليك، اما الفات سوليبل فيتامينز بيكونوا نون بولر، يعني ما ينفعش يمشوا في البلط او يروحوا الكيدني او حتى ينزلوا في اليورين. الفات سوليبل فيتامينز بقى بيتكونوا من ايه او هما ايه؟ هما بيتكونوا من 4 فيتامينز A و D و E و K، بجمعهم في كلمة بتجمعهم اسمها كده. أما الووتر سوليبل فيتامينز عندنا بي كومبلكس وفيتامين سي. بي كومبلكس بقى اللي هو بي 1 وبي 2 وبي 3 وهكذا، وفيتامين سي. طيب الفات سوليبل فيتامين مش بقدر إن أنا أخرجها في اليورين. ليه؟ لأن لازم أي حاجة تمشي في البلد تكون بولر، تكون هيدروفيليك، علشان تمشي في البلد وتوصل للكدني، فالكدني تعمل لها اكسكريشن في اليورين، فبالتالي الفات سوليبل فيتامين مش بيقدروا يمشوا في الدم، فمش بيقدروا يروحوا للكليه، فمش الكليه مش بتقدر تتخلص منهم في اليورين، فعلشان كده هم نوت اكسكريتد في اليورين، ولكن هم بيخرجوا مع الفيسس. بما انهم ما بيقدروش يخرجوا في اليورين، فنسبه التوكسيسيتي منهم بتكون عاليه جدا. الجسم بتاعي او البادي ما بيقدرش يتخلص من الكمية الزايدة. الووتر سوليبل فيتامينز بقى دول سهل ان هم يمشوا في البلد، سهل ان هم يوصلوا للكدني، فتحصل لهم اكسكريشن في اليورين لو الكونسنتريشن بتاعهم زاد عن الحد، فبالتالي التوكسيستي اللي بتحصل من الووتر سوليبل فيتامينز بتكون قليلة جدا، ان سهل ينزلوا في اليورين. كمان الفات سوليبل فيتامينز ملهاش كوينزايم فانكشن. يعني الكوينزايم ده انا عارف ان هو بيساعد الانزيم علشان يقوم بعمليه وظيفيه او فانكشن معينه او رياكشن معين مفيد لجسم الانسان، فالفات سوليبل ملهمش اي كو انزيم فانكشن، زي ما هعرف بعد كده ان تركيزهم ان هم يحموا لي الخليه. اما الووتر سوليبل فيتامينز معظمهم بيشتغلوا ككو انزيم او بيتحولوا لكو انزيم. ليه؟ الكو انزيم دي بقى بتساعد لي انزيمات بتدخل في باثوي انتاج الطاقه لانرجي برودكشن، و الهيماتوبيوسيس اللي هو تصنيع كرات الدم. كده احنا عرفنا الفرق ما بين الفات سوليبل والووتر سوليبل فيتامينز. وناخد اول فيتامين من الفيتامينات الفات سوليبل فيتامينز اللي هو فيتامين اي. في حاجات اساسيه هكون مطالب ان انا اعرفها عن كل فيتامين. 6 حاجات لازم اعرفهم عن كل فيتامين. ايه هما؟ والله مطلوب مني اعرف الريكويرمنت ايه، او المفروض اخد قد ايه، اعرف الكيمستري بتاعت الفيتامينز ده بيتركب من ايه، واعرف السورس بيجي منين في الاكل، بعرف في الابزوربشن بيحصل له ابزوربشن فين، والفانكشن بتاعته، والديفيشنسي لو حصل نقص من الفيتامين ده ايه اللي هيحصل. انا عندي 3 بيولوجيكال اكتيف فورم اوف فيتامين اي. يعني فيتامين اي بيبقى موجود على 3 صور: الريتينول، الريتينال، والريتينويك اسيد. الريتينال ريتينول يعني فيه الكحول، اخره الكحول جروب، وده اللي فيه الكحول جروب. طيب الريتينال، ريتينال يبقى فيه الدهايد،
او بسميه ريتينالدهايد، ده موجود في الدهايد جروب. ريتينويك اسيد ده موجود في اكيد الفانكشن جروب COOH اللي بتديني الاسيديتي. حلو، الريتينول ده بقى قالك ان هو برايمري الكحول، بيتكون من 20 ذرة كربونة. برايمري الكحول يعني الاو اتش ماسكه في ذرة كربون واحدة بس. مترتبين ازاي بقى؟ قالك ان هما مترتبين، الحلقة دي بتتكون من 6 ممبرد كربوكسيليك رينج، يعني بتتكون من 6 كربون ومعانا سايد تشين فيها 11 ذرة كربون، وبيكون عندنا كده تفرعات 3 مجموعات ميثايل، يبقى كده 20 ذرة كربونة، 6 في الحلقة و11 سايد تشين و3 ميثايل جروب. الريكويرمنت المفروض اخد قد ايه كل يوم؟ والله المفروض ان انا اخد 1 ملي جرام كل يوم. في الكيمستري او في البايوكيمستري عموما احنا بنركز على الفانكشن والديفيشنسي، يعني الحاجات المهمة اللي بتيجي في الامتحان. السورس في الحاجات دي المفروض انت تعرفها كدكتور. السورسز والله بيجي من الكاروتينز. الكاروتينز ده هو عبارة عن البريكورسر بتاع الفيتامين اي، يعني هو المادة الأولية اللي بيجي منها فيتامين اي. الكاروتينز ده موجود فين يا شباب؟ ده موجود في الجزر. أنا عندي 3 أكتف فورم من الكاروتين ده، عندي ألفا وبيتا وجاما كاروتين. في إنزيم في جسمي اسمه كاروتينيز إنزيم، ده بيكسر الكاروتين ده ويحوله لفيتامين اي. الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده بيحصل في الانتستينال ميوكوزا، الخلايا المبطنة للأمعاء، وفي الليفر. كمان البيتا كاروتين بالذات بيتحول لتو مولكيول اوف فيتامين اي في الليفر بانزيم اسمه ايه؟ بانزيم اسمه كاروتينيز. يبقى نركز ان البيتا كاروتين هو اللي بيتحول في الليفر بالكاروتينيز انزيم. باقي انواع الكاروتينيز اللي هم الالفا والجاما دول بيتحولوا في الانتستينال ميوكوزا وفي الليفر برضو. طيب الكاروتينيز ده الكاروتين ده موجود فين؟ قال لك ان هو موجود في الدارك جرين اند يلو فيجيتابلز، خضروات الخضراء والصفرة زي الجزر وكمان الفاكهه، كمان البطاطا الحلوه، السبانخ، المشمش والجرين ليدي فيجيتابلز. دي حاجات تعرفها انت ليك كدكتور. طب كمان موجود في الانيمال اوريجين زي مين؟ زي الليفر، الايج يوك اللي هو صفار البيض، الزبده، اللبن كامل الدسم، والفيش ليفر اويل اللي هو زيت كبد السمك. حلو، عاوز افكرك ان فيتامين اي بيبقى موجود في الصيدليه في صوره فيتامين اي بالميتات. ليه بالميتات؟ هو ليه بيبقى في صوره حاجات زي الزيت كده، اقراص زي الزيت؟ قال لك احنا عارف ان فيتامين ايه هو ايه، هو فات سوليبل فيتامينز، بيكون موجود في اقراص في الصيدليه على هيئه ايه؟ على هيئه فيتامين اي بالميتات. دي معلومه ليك كدكتور عشان تبقى عارف ان هو لازم عشان يمتص محتاج دهون، هو بيعبي لك الاقراص فيها ايه؟ فيها معاه فات عشان يحصل امتصاص اسرع. نيجي بعد كده للابزوربشن والستورج بتاع فيتامين اي. انا عارف ان اي ابزوربشن بيحدث في السمول انتستين، يبقى الابزوربشن بتاع فيتامين اي والكاروتين بيحدث في الابر بارت اوف سمول انتستين، يعني في الديدينام والجيجينم. طيب السايت اوف ستورج بيحدث في الليفر، بيتخزن هناك في الليفر. الليفر بقى لما بيروح له فيتامين اي على هيئه ريتينول بيصنع ريتينول بايندينج بروتين علشان يمسك في الريتينول ده وينقله في الدم، من هناك بقى من الدم يوديه للتارجت اورجان اللي محتاج فيتامين اي. يبقى راح الليفر، الليفر صنع له المركبه اللي هيمشي فيها اللي هو الريتينول بايندنج بروتين علشان يمشي في الدم ويروح للتارجت اورجان يقوم بالوظيفه بتاعته. ايه الفانكشن بقى بتاعت فيتامين اي؟ ودي المهمه جدا واللي بتيجي في الامتحان. اول حاجه وظيفته كانتي كانسر ايجنت، كمان ليه وظيفه في السيل جروث والسيل ديفرنشيشن، كمان ليه رول في الابيثيليال تيشو، وليه رول مهم جدا 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 في الفيجن. ايه الرول بتاعه كانتي كانسر ايجنت؟ قالك ان فيتامين اي، الريتينال فورم والريتينويك اسيد ليهم دور مهم جدا كانتي اوكسيدنت. يعني ايه انتي اوكسيدنت؟ انا عندي مواد في جسمي بتكون مؤكسده، زي ايه؟ زي ال H2O2.
ده عبارة عن مادة مؤكسدة بتبوظ لي السيل ميمبرين بتاع الخلية وبتبوظ لي الدي ان ايه بتاع الخلية، فالخلية تبوظ. فاللي بيحمي لي الخلية هو الريتينول والريتينويك اسيد، بيحميها من الاوكسيدايزنج ايجنت دي اللي بتدمرها وممكن تجيب لي كانسر. كمان بيقلل الريسك بتاع الكانسر اللي بيحصل بسبب الفري راديكلز. طيب يعني ايه فري راديكل؟ الفري راديكل اي مولوكيول او اي اتوم عندها في الاوتر اوربت او المدار الخارجي الكترون حر، بيبقى عندها الكترون حر كده. انا عارف ان اي حاجة عشان تبقى ستيبل لازم يكون عندها في المدار الخارجي 2 الكترونز، فبالتالي الفري راديكلز دي هي عندها في المدار الخارجي بتاعها ايه؟ بيكون عندها 1 الكترون بس، ما بتبقاش ستيبل. فبالتالي يجي فيتامين ايه، فيتامين ايه يديلها الكترون فتبقى ستيبل، فيحميني من دامج افكت بتاعها. طيب الفري راديكلز دي بتعمل لي ايه؟ والله ممكن تعمل لي لانج كانسر في الهيفي سموكر، السجاير بيبقى فيها فري راديكلز كتيره، فانا باخد فيتامينز ايه علشان احمي نفسي من الاوكسيدايزنج ايجنت الكتير دي. كمان ليها دور في السيل جروس والسيل ديفرانشيشن. ليه؟ لان هي بتصنع لي سبيسيفيك بروتين الرايبوسومز. احنا عارف علشان الخليه تنقسم ويحصل لها ديفرانشيشن محتاجه انها تكون بروتينات. البروتينات دي مين اللي هيساعد على تكوينها؟ اللي هيساعد على تكوينها هو فيتامين A. البروتينات دي كمان، البروتينات اللي انا هصنعها دي او الفيتامين A هيساهم في تصنيعها، البروتينات دي هتعمل لي ريجوليشن اوف سيل جروث وسيل ديفرانشيشن، بتنظم لي السيل جروث نمو الخليه والتمايز بتاعها انها تتحول لنوع معين من الخلايا، يعني ده المقصود بكلمه ديفرانشيشن. فيتامين A اللي هو الريتينال والريتينويك اسيد مهمين جدا علشان يحافظوا على الانتجريتي بتاعه الابيثيليال تيشو، سبيشالي السكريتوري ابيثيليوم، بيحافظ على الابيثيليوم هيلثي، بيحافظ على الانتجريتي بتاعته والشكل بتاعه والوظيفه بتاعته، وخصوصا السكريتوري ابيثيليوم يعني الجلانولار ابيثيليوم، الغدد يعني اللي بتفرز حاجات. الفيتامين A الريتينال فورم منه بينهبت السينثيسيس اند ديبوزيشن اوف كيراتين باي ابيثيليال سيل، بيمنع ترسيب الكيراتين في الابيثيليال سيل. الكيراتين ده يبقى موجود في اماكن معينه، وجوده في اماكن تانية بيعمل لي مشكله، يعني مثلا الكيراتين ده ما ينفعش يبقى موجود في الجي اي تي، ولو موجود في الجي اي تي هيعمل لي مشكله وهيعمل لي انفكشن ويعمل لي مشاكل. فاللي بيمنع الديبوزيشن بتاع الكيراتين هو الريتينال فورم من الفيتامين A، اهو بيحميني من تكوين التشققات والانفكشن اللي ممكن تحصل بسبب الكيراتينايزيشن الزياده او اللي انا مش عاوزه. نيجي لدور فيتامين A في الفيجن، وده اللي علشان ماما بتقولك الجزر بيقوي النظر. احنا عارفين ان في الريتنا او شبكية العين، دي طبقة بتكون موجودة في العين فيها خلايا، الخلايا ديت اللي احنا بنشوف بيها. الخلايا دي اسمها الرودز والكونز. الرودز مسؤولة عن الرؤية الليلية، الكونز مسؤولة عن رؤية بالنهار ورؤية الألوان والتمييز ما بينها. الرودز بيكون شكلها شبه المستطيل كده، اما الكونز بيكون شكلها شبه الكون. طيب في الاوتر سيجمنت بتاعه الرودز بيكون في موجود فيجوال بيجمنت اسمها رودوبسين. الرودوبسين دي او الفيجوال بيجمنت دي اللي انا بشوف بيها ازاي؟ عن طريق ان هي بتحتوي على 11 سيس ريتينال. ال 11 سيس ريتينال ده عبارة عن مكون بيكون لي الصبغة اللي أنا بشوف بيها في الريتينال رود سيل. طيب ال 11 سيس ريتينال ده جاي من الفيتامين A. طيب انت قاعد تقولي ان هو 11 سيس، انا مش فاهم اصلا يعني ايه 11 سيس. ال 11 سيس ريتينال بيكون ريتينال ولكن ذرة الكربون رقم 11 في السيس فورم. يعني ايه سيس فورم؟ السيس فورم يعني لو انا عندي هنا ذرة الكربون اللي ما بين ذرة كربون رقم 11 و12
لو كان ذرتين الهيدروجين اللي ماسكين في الكربونة في نفس الاتجاه فدي بقول عليها ترانس، يبقى دي موجودة في الايه؟ في الترانس فورم. طيب لو ذرتين الهيدروجين مش في نفس الاتجاه كده انا هقول عليهم سيس فورم. يبقى انا السيس فورم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ذرة الكربون رقم 11 و12 موجودين في السيس فورم، يعني كل هيدروجينة في ناحية. لما بيسقط عليهم الضوء بيتحول الى اول ترانس، يعني بتيجي كل ذرات الهيدروجين تبقى في نفس الاتجاه، وبكده الاول ترانس ده هو اللي بقدر اشوف فيه في الضلمة ان هو بينيشيات النيرف امبلس في الاوبتيك نيرف، فبالتالي انا بشوف. بشوف امتى؟ بشوف في النايت فيجن او الضوء اللي موجود في اللو انتنسيتيز. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه دوره. دوره ان هو موجود في الفيجوال بيجمنت اللي هي رودوبسين في الروت سيلز في فورم اسمها سيس ريتينال. سيس يعني ايه؟ يعني ذرتين الهيدروجين مش في نفس الاتجاه في ذره الكربونه رقم 11 في السيس فورم. هي دي السيس فورم، بتكون ماسك فيها الاوبسين بالطريقه دي، والترانس زي ما احنا شايفين بيكون مفروض كده. نيجي للفيجوال سايكل، واللي دايما بتيجي في الامتحان الياستريت الرودوبسين سايكل او الفيجوال سايكلز، او اشرح رول اوف فيتامين اي ان فيجن. فدي مهمه جدا 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 لازم تركزوا عليها. اول حاجه احنا عندنا الرودوبسين. الرودوبسين ده عباره عن ايه؟ زي ما قلنا هو عباره عن فيجوال بيجمنت. الفيجوال بيجمنت دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 11 سيس ريتينال مع ماسكه في بروتين اسمه اوبسين. الرودوبسين ده لما بيجي عليه الضوء بيتحول الى اول ترانس ريتينال. طالما اتحول لاول ترانس ريتينال، الاول ترانس ريتينال ده بيبدا النيرف امبلسز في الاوبتيك نيرف، فبالتالي انا بشوف. طب تمام، انا شفت دلوقتي، عاوز دلوقتي اكون رودوبسين جديد علشان اشوف، فبالتالي لازم الاول ترانس ده يتحول تاني ل 11 سيس ريتينال. مين اللي هيعمل كده؟ اللي هيعمل كده هو الايزوميريز انزيم، والايزوميريز ده موجود في الريتينا، هيحول الاول ترانس ل 11 سيس علشان ارجع اشوف تاني وكون رودوبسين. يبقى رودوبسين سقط عليه الضوء اتحول لاول ترانس، انا شفت، عاوز اشوف للحظه اللي بعديها، هحول الاول ترانس الى 11 سيس بالايزوميريز. ولكن الايزوميريز اللي موجود في الريتنا بتكون كميته قليله، فانا لازم اعتمد على مصدر تاني يحول لي الاول ترانس الى 11 سيس، فهلجأ الى الليفر. الليفر فيه ايزوميريز ولكن بيحول الريتينول، مش بيحول الريتينال، تمام؟ فهيجي الاول ترانس ريتينال يتحول الى اول ترانس ريتينول، يعني من الدهايد لالكحول عن طريق الكحول دي هيدروجينيز، والالكحول دي هيدروجينيز ده بيستخدم ناد بي اتش بلس اتش، بياخد اتشيتين منه ويضيفهم ويحولهم الى كحول ويطلع ناد بي. الاول ترانس ريتينول ده الكحول ده هيتحول بالايزوميريز في الليفر الى 11 سيس ريتينول. ال 11 سيس ريتينول ده ايه؟ ده عباره عن الكحول، وانا عاوز احوله الى 11 سيس ريتينال، هيجي انزيم تاني اسمه الكحول دي هيدروجينيز، هيطلع منه اتشيتين، والاتشيتين دول انا هشيلهم على الناد وهكون 11 سيس ريتينال تاني، فارجع اكون رودوبسين تاني، فارجع اشوف تاني. يبقى نعيد، رودوبسين بيتكون من 11 سيس ريتينال زائد اوبسين، ده عبارة عن الفيجوال بيجمنت اللي انا بشوف بيها. سقط الضوء اتحول الى اول ترانس ريتينال. دلوقتي انا شفت، بس انا محتاجة اكون رودوبسين تاني علشان اشوف، فلازم الاول ترانس يتحول الى 11 سيس. يجي انزيم اسمه ايزوميريز في الريتنا يحول الاول ترانس ريتينال ل 11 سيس ريتينال،
وارجع اكون رودوبسين واشوف تاني. ولكن المشكله ان الايزوميريز ده نسبته قليله في الريتنا، فهلجأ للايزوميريز اللي في الليفر. الايزوميريز اللي في الليفر بيحول الريتينول مش بيحول الريتينال، فهلجأ ان انا احول الاول ترانس ريتينال الى اول ترانس ريتينول بانزيم اسمه الكحول دي هيدروجينيز، اضيف له اتشايتين كانوا متشالين على ناد بي اتش بلس اتش، واطلع ناد بي. الاول ترانس ريتينول يتحول بالايزوميريز ل 11 سيس ريتينول. ال 11 سيس ريتينول ده يتحول الى 11 سيس ريتينال عن طريق الكحول دي هيدروجينيز. هاخد منه الاتشين اللي انا حطيتهم عليه واشيلهم على ناد، وارجع اكون 11 سيس ريتينال، وارجع اكون رودوبسين واشوف تاني. مهمه جدا جدا يا شباب الرودوبسين سايكل والفيجوال سايكل، فلازم تركزوا عليها وتحفظوها. نيجي بعد كده للديفيشنسي بتاع الفيتامين ايه. فيتامين ايه لو نقص هيحصل ايه؟ والله هيحصل نايت برايتنس. الراجل ده او الشخص ده مش هيعرف يشوف في الضلمه، او مش هيعرف يشوف في الضوء الخافت. احنا كلنا بنشوف في الضوء الخافت كده بالليل، ولكن الشخص ده ما بيبقاش عارف يشوف بالليل بسبب ان فيتامين ايه عنده ناقص، فبالتالي الفيجوال سايكل عنده بايظه، فبالتالي ما بيعرفش يشوف بالليل. ودي واحده من earliest sign of vitamin A deficiency. اول ما يشتكي على طول ان هو ما بقاش يعرف يشوف بالليل، يعرف ان الراجل ده عنده فيتامين A deficiency. تاني حاجه follicular hyperkeratinosis. follicular جايه من follicle او الهير follicle. هيحصل hyperkeratinosis يعني زياده في افراز الكيراتين او زياده في تكوين الكيراتين. فبصيلات الشعر او الفوليكلز هتبقى مليانه كيراتين، فالجلد هيبقى خشن سكيلي شبه الصوره دي، ودراي سكين، وحصل كيراتينيزيشن للهير فوليكل زي ما احنا شايفين في الصور دي. تاني حاجه تالت حاجه هيحصل زيرو ثالميا. يعني ايه زيرو؟ زيرو معناها دراي، ثالميا يعني اي، دراي اي. يعني ليه بقى دراي اي؟ مش احنا اتفقنا ان فيتامين ايه بيحافظ على السكريتوري ابيثيليوم بتاع الجلاند، ومن الجلاند دي اللاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند دي غده بتبقى موجوده بتفرز الدموع علشان ترطب العين، فبالتالي طالما الابيثيليوم بتاعها باص ما بقتش تفرز، فالعين بقت دراي، وده طبعا حاجه وحشه جدا جدا بسبب ان انا فقدت الدموع. رابع حاجه هيحصل كيراتو ماليزيا. كيراتو جايه من كورنيا، ماليزيا يعني ضعف او هشاشه القرنيه. ليه؟ بسبب ان حصل كيراتينيزيشن في الكورنيا، فالكورنيا دي الكورنيا دي الطبقه الخارجيه من العين، فبالتالي ما بقتش تقوم بوظيفه كويسه، فبالتالي حصل فيها كيراتو ماليزيا. نيجي لفيتامين اي او اسمه التاني توكوفيرول، ومحتاجين نعرف عنه الست عناصر برضو. اسمه ليه بقى توكوفيرول؟ قالك علشان في رينج اسمها توكول رينج، فعلشان كده سميناه توكوفيرول. حلو، ده الكيمستري بتاعته. الريكويرمنت والله مطلوب مني اخد من 10 ل 8 ملي جرام كل يوم. طب هو موجود فين؟ قالك هو موجود في الزيوت بشكل عام، يعني موجود في زيت بذور القطن، موجود في زيت جنين القمح، دي مصادر غنية بفيتامين اي. كمان موجود في الاوراق الخضراء زي مثلا الخس، موجود في البيض، وموجود في المصل، في المصل ميت، وموجود في الليفر، وموجود في الفيش. دي مهمة ليك تعرفك كدكتور. طب الابزوربشن بيحصل فين؟ الامتصاص بتاعه بيحصل في السمول انتستين، وبعد كده بعد ما حصل له ابزوربشن من السمول انتستين اتنقل عن طريق الكايلومايكرون راح الليفر. الليفر من الليفر بعد ما راح الليفر من الليفر اخدته اللايبوبروتينز علشان توصله للبريفرال تيشو علشان يروح يتخزن هناك او يعمل الفانكشن بتاعته. يبقى هو الترانسبورت بيتنقل من الامعاء السمول انتستين الليفر عن طريق الكايلومايكرون، بعد كده يجي اللايبوبروتين تاخده للبريفرال تيشو علشان يقوم بالفانكشن هناك. وبيتخزن فين؟ مهم جدا، فيتامين اي الوحيد اللي بيتخزن في الاديبوس تيشو، مش بيتخزن في الليفر. طيب ايه الفانكشن بتاعته؟ قالك الفانكشن بتاعته ان هو عنده انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، يعني بيمنع المواد المؤكسده ان هي تدمر
السيل ميمبرين بتاع الخلية، فبالتالي بيحافظ على الخلية صحية وسليمة من غير ما يحصل فيها أي دامج. يعني هو بيرياكت مع الموليكيول الأكسجين والفري راديكال زي ما اتفقنا. يعني إيه فري راديكالز؟ يعني عندها مركبات أو جزيئات عندها إلكترون حر في المدار الخارجي، فبالتالي هي not stable، فمحتاجة إلكترون، حد يديها إلكترون علشان تبقى stable. فبين اللي بيديها، اللي بيديها هو فيتامين E، فبيحميني من الدامج إفكت بتاعها. أكتر حاجة ممكن تبوظها الفري راديكال والأكسجين مولوكيول دي، المولوكيول الأكسجين، عن طريق إن هي بتعمل بيروكسيديشن للبولي أنساتوريتد فاتي أسيد. البولي أنساتوريتد فاتي أسيد عبارة عن ليبيد بتبقى موجودة في السيل ميمبرين، الفري راديكال بتاخد منها، تاخد منها الكترون، فبالتالي بيحصل ديجنريشن للليبيد دي، فبتبوظ السيل ميمبرين، فالخليه كلها بتبوظ وبيحصل فيها مشاكل. كمان بيقول لك لو الاكسجين والفري راديكال اتاتش تو بولي انساتوريتد فاتي اسيد، طبعا هيحصل فاتي اسيد بيروكسايدز. الفاتي اسيد بيروكسايد ديت هتنتج، ودي مضره جدا للسيل ميمبرين وحليها وليها دامج افكت كبير. فبالتالي فعلشان كده اغلب الكريمات اللي بتحافظ على البشره ضد التجاعيد بتكون فيها فيتامين اي. ليه فيها فيتامين اي؟ علشان ليه انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، فبيحافظ على الخلايا صحيه، بيحميها من المواد المؤكسده والفري راديكلز. كمان ليه دور مهم جدا في السيلولر ريسبيريشن، عن طريق ان هو بيعمل ستابيلايزيشن للكو انزيم كيو، بيديله الكترون، ساعد ان هو بيترانسفير الكترون تو انزيم كيو زي ما اتفقنا ان هو بيعمله ستابيلايزيشن عن طريق ان هو بيديله الكترون من معاه. لو حصل بقى في الانيمال كمان، لقوا ان هو مهم في الحيوانات عن طريق ان هو بيحافظ على السبرماتو جينيسيس، تصنيع الحيوانات المنوية، وكمان بيساعد على الكونتينويشن بتاع البريجنانسي، بيحافظ على الحمل ان هو يستمر بطريقة سليمة وصحية. في الهيومن لو حصل فيه ديفيشنسي فيتامين اي، لو نقص ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الفري راديكال و الاكسيدايزنج ايجنت هتلاقي فرصه كويسه جدا انها تاتاك السيلز بتاعه البادي، واكتر سيل هتهاجمها هي الار بي سيز، فبالتالي هيحصل تكسير لكرات الدم الحمراء اللي هو اسمه هيموليسيس، وهيحصل انيميا بسبب الفراجيليتي بتاعه الار بي سيز، ان هي مش قادره تتحمل الفري راديكال او الاكسيدايزنج ايجنت. كمان في الانيمال هيحصل سيرتيليتي، يعني عقم، وماسكولار ديستروفي، يعني ويكنس في المصل، وده بسبب ان الفري راديكلز هتروح تأتاك المصل بروتين، هتأتاك البروتين اللي في المصل فتبوظها. كمان هتروح تدمر الجيرم سيلز اللي موجودة في التستس او الأوفري عند الحيوانات. تمام، وبكده نكون خلصنا فيتامين اي وعرفنا الست عناصر بتوعه زي ما اتفقنا. اهم حاجة الفانكشن والديفيشنسي، دول المفروض ان نعرفهم جدا في الامتحان. السورسز والابزوربشن والريكويرمنت دول ليك انت كدكتور. بكده نكون خلصنا فيتامين A اند فيتامين E. يا رب تكونوا استفدتوا. لو احتجتوا حاجه او اي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتات، ان شاء الله هرد عليكم، وبالتوفيق يا رب.